بداية قراءتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من فرنسا، حيث خصصت صحيفة لوموند افتتاحيتها للجولة الأولى من انتخابات الجهات والمقاطعات التي جرت أطوارها يوم الأحد. وبحسب الصحيفة فإن هذا الاقتراع سيظل راسخا في الذاكرة نتيجة النسبة القياسية للعزوف التي بلغت 66.73% من الناخبين المسجلين الذين اختاروا مقاطعة صناديق التصويت، أما يمثل كتلة ناخبة قوامها 31 مليون شخص. صحيفة The Times البريطانية كتبت من جهتها أن رئيس الوزراء بوريس جونسون توقع أن الأصفار الدولية لن تعود إلى ما كانت عليه قبل العام 2022، وذلك في ظل استمرار التهديد الذي تمثله متحورات الفيروس لا سيما متحور دلتا. ونقرأ على يومية الفاتو كوتيديانو الإيطالية أن البلاد تسير ابتداء من 28 يونيو نحو تخفيف النوعي للقيود المفروضة من أجل تطويق وباء كورونا، لا سيما من خلال السماح بعدم ارتداء الكمامات الواقية، لكن مع إبقائها في أماكن التجمعات وداخل وسائل النقل العمومي. وفي بلجيكا نقلت صحيفة لليبغ بلجيك عن مكتب المدعي الفيدرالي تأكيده أن تشريح جثة يورغن كونينغز العسكري اليميني المتطرف الذي عثر على جثته الأحد بعد نحو 5 أسابيع من هروبه أثبت أنه انتحر بواسطة سلاح ناري.